السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم. أنا أحمد البكري، صانع محتوى على اليوتيوب. اليوم راح أتكلم عن مدينة فيرون. مدينة فيرون هي مدينة صغيرة، مو مدينة كبيرة يعني بمعنى الكلمة، مدينة صغيرة في مقاطعة كولومبيا بريتش. طبعا احنا معروف عن كولومبيا بريتش انه ما بيها ثلج، يعني قليل جدا بيها ثلج. درجات حرارتها بالشتاء توصل درجة واحد فوق الصفر او اثنين وثلاثة واربعة، يعني ما تنزل درجات حرارة تحت الصفر، وفقط امطار. يعني مو مثل هنا في كيبك درجة الحرارة هسه 17 تحت الصفر، وانا من اطلع الصبح اقوم ابكي اقول ايش جابني على كندا من البرد. فخلينا نتكلم عن فيرون. مدينة فيرون هي مدينة صغيرة في مقاطعة كولومبيا بريتش، مدينة من 11 مدينة في كولومبيا بريتش طالبة الهجرة إليها، بس الهجرة من غير نوع أو هجرة بغير طريقة. خليك وياي حتى تفهم عم تسألني هاي الأسئلة اللي راح أجاوبها بالفيديو. أهلا وسهلا بكم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى الكل يستفاد من هذا الفيديو. المهم، مدينة فيرون هي مدينة صغيرة في مقاطعة كولومبيا بريتش، ما بيها موارد بشرية بس بيها موارد صناعية، بيها مصانع وبيها محلات وبيها كلها، بس هاي المصانع والمحلات وكل الشغل اللي بيها هو مملك أو تملك الحكومة. يعني كل المحلات والمصانع بيد الحكومة، هي اللي تشجع الاستثمار بيها، هي اللي تسوي شغل بيها، هي اللي تريد تسوي نسيج مجتمع بيها، بس ما يلقون. فهم قدموا برنامج أو سووا برنامج بال 2022 إن شاء الله راح يفتح فبراير 22، يعني بشهر الثاني ان شاء الله. انا طبعا اتكلم انت احكي ويكم قبل شهر من يفتح البرنامج، حتى تستعد له، حتى تستطيع ان تقدم له، حتى تستطيع حتى من هسه تروح تقدم له عم تحجسر. لان بذاك الفيديو تكلمت عن هم موضوع عن مدينه ثانيه وقالوا لي راح يفتح بشهر الواحد، احنا ليش من هسه نقدم؟ قلت له عمود تحجسر، سامع بالسره؟ يعني انت من تروح تسجل من هسه بالبرنامج وتقدم بياناتك وتختار انه تريد تقدم على هذا البرنامج بالذات، فانه انت تستفاد، انت تاخذ سرى بالموضوع، تاخذ سرى بالفتح الفايل مالتك، مو انه تنتظر خلي يفتحونه وانا على النهايه اروح اقدم. لا، لازم انت قبل كل تروح تقدم حتى تستفاد. المهم، هاي المدينه بشهر الثاني 2022 راح تفتح. هي مدينة شتاءها معتدل، يعني درجة الحرارة بالشتاء واحد واثنين وثلاثة مثلا، بس ما تنزل تحت الصفر، ما بها ثلوج، فقط أمطار. ما دام فقط أمطار فهي درجة الحرارة فوق الصفر. بها مميزات بالتقديم على الهجرة، هي شبه لجوء وشبه هجرة. شلون؟ هسه أنا فهمك. أول شيء إنه من فوائد هاي المدينة السقف العمر ما بي، يعني مفتوح، العمر مفتوح، يعني ايش قد ما كان عمرك تقدر تقدم على العمل بيها. سقف العمر مفتوح غير مسدود، يعني يقول لك لحد 35 ولحد 40 ماكو، مفتوح، يعني رب العائله يقدر يقدم، الاخ ما كلها من عمر 18 ما فوق، فيكون مفتوح. اثنين، ومن اهم فوائدها همينه، انه انت اذا كنت ربع عائلة وعندك اسرة وياك، فاذا قدمت تقدر تصطحب عائلتك وياك، يعني مو تيجي لوحدك وتعيش لوحدك هنا، لا، انت وعائلتك ياخذوك. هاي شغلة. وشغلة الثانية، اذا كنت انت اعزب وعندك اخو واخت وام واب، يعني عائلة، هم تقدر تاخذهم وياك وتجي الكندا لهاي المدينة تعيش بيها. ليه؟ شنو السبب؟ السبب هم ما يريدون شخص او اشخاص تجي يعيشون فترة، لا، هم يريدون عوائل، هم يريدون عائلات تجي تسكن وتستوطن المدينة ويقعدون بيها. فلهذا اذا كان انت يعني مثلا رب اسرة تقدم عليها فهي ممتازة لك.
إذا كنت أعزب فممتاز لك، تقدر تسحب أختك وأخوك المم الزوجي، مو من الزوجين وعندهم جهال جهال جهالهم وتسألني، لا المم الزوجين، الأم والأب الأخت والأخ المم الزوجين، تقدر تجيبهم وياك. من أهم ميزاتها ما بيها بنك حسابي أو حساب بنكي، يعني هاي المشكلة المعضلة اللي شو اللي العالم تشوفها وتنصدم بيها، إنه بيها حساب بنكي، أنا منين أجيب فلوس أخلي بالبنك؟ وأنا متكلم عن هذا الحساب البنكي، إنه تقدر تسوي ورقة من خارج البنك تشتريها من السوق وتسوي حساب بنكي. بس هذا البرنامج ما يحتاج منك حساب بنكي، ما يحتاج منك انه تطلع ايش قد عندك فلوس او ايش قد راح تصرف او ايش قد، ما لهم علاقه نهائيا بالموضوع بالحساب البنكي. هاي من احد فوائدها. من احد فوائدها همينه ما بها لغه، يعني اكو اشخاص يقول انا هسه اجي بعد هالعمر كله اقعد ادرس لغه واتعلم لي واقعد اقرا واكتب، واني من هم زين مخلص الاعداديه او السادس اعدادي او الثانويه وراسي بارد، هسه ما ارجع اقرا، لا هاي ما بيها، هاي ما يريد، هاي ما يسوي لك لا امتحان شهادة لغة، لا فرنسي ولا انجليزي، ولا حتى يشوفك انت تعرف تحكي لغة او لا، هاي ما يريدوها. حتى هم اذا يسوون وياك لقاء على اليوتيوب العفو على السكايبي ويشوفوك ويتكلمون وياك، يجيبون مترجم يقول لك انت من اي بلد او اي لغة تتكلم، حتى نجيب لك مترجم من نفس البلد من نفس اللغة يتكلم وياك. يعني تخيل انه لغة ما يحتاجون، حساب بنكي ما يحتاج، والاهم منه انه رب الاسرة يقدر يجيب اسرته، والاخ والاخت هم يقدر يجيب اخوهم اذا رجع اعزب واجا. هاي كلها مميزات. مثلا عندك همين الاقامة، الاقامة الدائمية، طبعا هاي الاقامة الدائمية جدا مهمة. ليه جدا مهمة؟ لان الاقامة الدائمية في كندا تحاسب محاسبة الكندي ما عدا شيئين، ليس لديك حق في الانتخاب وما تقدر تقدم على الجيش والشرطة، هاي الإقامة الدائمية نفس حقوق الكندي اللي عنده جنسية كندية ما عدا الثانية. فالإقامة الدائمية أنت من تقدم على هاي المدينة بالذات، يعني تقدم على الإقامة الدائمية، يعني من تنزل من المطار الكندي ينطوك أوراقك وياها هوية الإقامة الدائمية أو أوراق الإقامة الدائمية. العقد العمل العادي مثلا، العقد العمل تجي هنا عندك عقد عمل، تسوي عقد عمل ينطوك سنتين بعقد العمل، بعد عقد العمل ينطوك إقامة دائمية. هاي لا، هاي أنت رأسا تقدم على الإقامة الدائمية وانت تتقدم على هالمدينة. طبعا هالمدينة موقعها انا راح اخليه بصندوق الوصف، يطلع باللون الازرق، راح اكتب فوقه الموقع المدينة، راح تضغط عليه وتفتح عليه وتقدم عليه. هسه شلون اقدم؟ يعني اكو اشياء مثلا انه شلون تقدم عليها المدينة، شلون تقدم عليها، شلون الطريقة. طبعا احد الطرق هي هاي المدينة بيها مميزات جدا. هسه احنا حكينا على الهجرة، هسه نحكي لك على اللجوء، تقديم المدينة. قبل ما احكي عن تقديم المدينة، عن شلون اقدم للمدينة، اللجوء انت الان قلت بالبداية الفيديو انها تشبه اللجوء وتشبه الهجرة وماخذة من الاثنين. ليش؟ لان من توصل مثلا انت وعندك اطفال ما كاملين 18 وسحبتهم يعني وسويت اوراقك وجبتهم وياك وجيت، هذول يكون عندهم رواتب، يدخلون مدارس، يدرسون، يتعلمون، تأمين صحي، هذا كلهم متوفر لهم. شفت خير؟ يعني هي قريبة شبه من اللجوء، جايبين لك شوية من الهجرة وجايبين لك شوية من اللجوء وبخليها مع بعضهم حتى يسحبون الناس يتجون تعيشون بهالمدينة. وهم ما يدورون من داخل المدينة، من داخل كندا، يدورون من خارج كندا. هسه تقول لي اكو عالم هواي بيها كندا ناس، ليش ما عاشت بهاي المدينة؟ انا اقول لك في كل العالم، يعني حتى في بلدك انت راح اقول لك عليها، الهجرة تصير هجرة عكسية داخل البلد، من الريف الى المدينة، مو المدينة الى الريف. انت اذا تقول لي انا والله لو اكو انا انزل اعيش بالريف، هاي انت تقول هيجي، بس هنا الناس ما تسكن بالريف، تقول انا ليش اروح بالريف، ايش عندي، ايش ناقصني،
اروح اعيش بالمدينه او مدينه اكبر، اترك المدينه الصغيره ما تفيدني. فهنا هذا الكلام الصحيح، فهم يريدون ناس يقعدون بالريف، يقعدون بهاي المدينه حتى يكثروا، حتى يستفادون من الانتاج المادي. فلهذا سووا من المميزات هالاقامه بدون حساب بنكي، بدون لغه، تقدر تسحب عائلتك وياك، للأطفال رواتب، تدخلهم مدارس، عندهم تأمين صحي، كله تنطي الحكومة الكندية في هذه المدينة. سؤالك المهم اللي راح تسألني إياه هو شنو الغلط؟ لازم أكو شيء صعب بهاي المدينة، يعني هم كل شيء سهلات هسه قدمنا، شنو الصعب بيها؟ أخي ما بيها أي صعب، يعني صعوبتها أنه لازم تكون عندك شهادة إعدادية أو شهادة ثانوية، شهادة السادس، إن كانت علمي أو أدبي أو تجارة أو صناعة فأنت تستطيع التقديم على هاي المدينة، لأن هم طالبين بحد ذاتها أنه يريدون هاي الشهادة، يريدون شهادة الإعدادية. راح بس لا تطب علي وتسألني منين نجيب شهادة إعدادية، أنا ما عندي إعدادية. راح أجاوبك جوابي السهل، أهل البرلمان العراقي كلهم عندهم شهادات إعدادية، من جابوها؟ أنت هم روح جيب من عندهم. فافتهم علي ولا تسألني بهذا السؤال، روح جيب لك شهادة إعدادية، صناعة، أدبي، علمي، وقدمها. لا تقول لي ما تمشي، كلها تمشي، ما حد يشك وما حد يشوف، ما دام شهادة إعدادية روح سوي لك وحدة وتعال قدم بيها، ترى ما بيها خوف، وانت قاعد ببيتك تقدم، يعني انت ما تحتاج لا تصرف، لا تقدم تدفع مقدما، لا تشوف لك محامي في ما ادري وين باي دوله بتركيا ويقول لك دزلي 500 دولار وياكلها عليك وبعد ما تشوفه. هاي تقدمها وانت ببيتك. المهم يردون منك شهادة الاعدادية. طبعا حتى الخبرة ما يحتاجون من عندك خبرة عمل، يقول لك أبو أريد أبو العشرة وأبو الخمسطعش سنة وأبو العشرين سنة، ما عندهم، ما يحتاجون خبرة عمل، يحتاجون مهن. أنت تعرف مهنة تقدر تقدم على مهنة، قدم عليها. الموقع أنا راح أخليه بصندوق الوصف، وإن شاء الله إذا الله خلانا طيبين الأسبوع الجاي هم أشرح لكم شلون أدخل على الفيديو على شو يسموه على الموقع وشلون أقدم على هاي الوظائف. طبعا هاي الوظائف هي مملوكة للدولة، يعني الشركات كلها تكون مملوكة للدولة، يعني انت من تقدم على وظيفة بطلب اقامة دائمية لهاي المدينة انت تكون موظف عند الدولة. فلهذا عندك مسافة او ايام او اشهر من هنا او وقت من هنا لحد موعد التقديم حتى تجمع الاوراق اللي تنقصك وناقصتك بيها. وطبعا نتكلم بعد عليها، ما خلصت، يعني هي مدينة ما خلصت من فوائدها ومميزاتها، هاي شغلة. الشغلة الثانية انه اذا تحتاج مثلا اوراق مستمسكات، هاي المدينة ما تحتاج لها اوراق ومستمسكات، هاي المدينة تحتاج لها نسخ من جواز السفر، صور لك ولعائلتك، شهادة ميلاد اطفالك، جواز سفرهم، وشهادة الإعدادية مالتك، والأهم منها والأهم شيء إذا كانت عندك خبرة أتقدم، إن كنت موظف أو إن كنت أو تاجر أو حر أو صناعة، كله تقدر تقدم عليها. بس رجاء لا يجيني واحد وهم شايف مقدم حاطين إعلان وظيفي المهندس وأنت تقول وتجيني وتقول لي أني أريد أني تقايل إعدادية. أخي العزيز، شهادات موجودة تقدر تقدم إذا عندك شهادة. أنا دا أحكي على أقل شيء، على المينيمم، يعني أنا دا أحكي من الأقل لي فوق، مو من الفوق لي جوا. مدى أقول إنه لازم تكون عندك شهادة إعدادية ثانوية كلية وجامعة، لا، أنا دا أقول لك أقل شيء لازم تكون عندك شهادة إعدادية حتى تقدم على هاي على هاي المدينة وبيها وظائف. أنت من تقدم على الوظيفة هم شنو شي يحتاجون؟ هم يحتاجون اشخاص يشتغلون وهم هم يتكفلون بيهم، بس يقول احنا منجيب ناس تقعد وتسكن بهاي المدينة واحنا نصرف عليها. لا، هم قالوا نجيبهم نسوي نصرف على الاطفال ونساعد الاطفالهم ونعطيهم تأمين ورواتب وصحة
وهم يشتغلون. يعني أول ما تنزل خلال ورا 3 أيام من نزولك بهالمدينة تشتغل، راح تقول لي البيت والأسعار، هم يسووا لك إياها البيت والأسعار، هم يجيبوا لك البيت، هم يدفعوا لك أول راتب إيجار أول شهر، ويقولوا لك اشتغل فسوف يرى الله أعمالكم. فأنت من بيتك تقدر تقدم. ترى هي ما محتاجة فد معجزة أو فد شيء صعب حتى أنت ما تقدر تقدم عليه أو تمشي بالأمور هاي. ومع العلم ترى هاي خلال 4 أشهر تجيك النتيجة مالتها. وذيك السنة راحت، هاي معلومات دا أعطيك إياها، 15 شخص مقدم عليها على هالمدينة بالذات، 15 عائلة مقدم على هالمدينة ومقبول منها 13 عائلة. يعني تخيل بس عائلتين رفضت من 15 عائلة. راح تقول لي العدد قليل لأن أنت سامع بها هاي المدينة، أنا هسه دا أحكي لك عليها، أنا هسه دا أحط لك مالتها بصندوق الوصف الموقع مالتها. يعني تخيل يعني من 98% أنت مقبول، بس أهم شيء تقدم الأوراق بطريقة صحيحة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك حتى توصل، حتى العالم كلها تستفاد. أنا أريد الكل يقدم على هاي المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.